بدك يكون عندك منظومة متكاملة. الإخوان الهم اللي بيحكوا فيه الإخوان المتصلين شيء مزعج لنا جميعا، بخلينا قلقين على أولادنا داخل الجامعات، بخلي الواحد يفكر زمانات قبل 10-20 سنة كانوا الأهالي ما يخاف على ابنه داخل الجامعة، هاي الحاضنة له بتحميه إذا مش قد البيت أكثر من البيت. اليوم الأسر بتخاف على أبنائها لما توديها على الجامعة. نعم صحيح. بدك تتأكد إنه في عندك نظام صارم يطبق، بدك تتأكد إنه في عندك الجامعات بتعمم على بعض. يعني إحنا عنا بدينا جديد نجرب الجامعة الأردنية، الطالب اللي بنفصله على المشاجرات بنطلب من وزارة التعليم العالي بنراسلها ونطلب إنه يعمم اسمه على بقية الجامعات. نعم صحيح. بدك الطلاب يحسوا بوجود العقوبة، وبذات الوقت إنه نحترم عقول أبنائنا. صحيح. أبنائنا إحنا بنطلع عليهم، صحيح في بينهم من يرتكب العنف الجامعي، ولكن في نسب كبيرة جدا من أبنائنا الواعين بالجامعات المثقفين القادرين على الحوار، تحكي معاهم. نعم. تناقش معاهم، تعرض لهم القضايا، تعطيهم بالمواضيع اللي تتحدث فيها، تعطيهم هم يقترحوا الحلول، هم يتناقشوا بالحلول. نعم. أنا بعتقد أن نعطيهم دور أكبر لأبنائنا، من نحترم عقولهم بشكل أكبر. صحيح. وبذات الوقت أن تكون هنالك عقوبات تطبق لا يتم التراجع فيها، يتم تعميمها على الجامعات الأردنية، أن يكون هنالك توافق بين الجامعات الأردنية على مثل هذا الأمر، على أن العقوبات التي تتخذ تعمم على بقية الجامعات. نعم. أن تعمم داخل الجامعة نفسها العقوبات التي قد لا تصل بالضرورة إلى حد الفصل في المخالفات الصغيرة. صحيح. أن يعمم أسماء الطلاب داخل الجامعة، أن يعلن عنها حتى يشعر الطلاب بوجود منظومة تشريعية تحترم داخل الجامعة. صحيح. حتى يعلموا أن هنالك عواقب لما يتم ارتكابه. حتى يعني إحنا بنسمع أنه القوانين لا تطبق، الطلاب لا الطلاب اللي بيفصلوا ويعادوا، ممكن يكون هذا الشيء موجود، ولكن الحديث عنه قد يكون أكبر من واقعه. نعم. صح. ولذلك بدك الطلاب يشعروا أنه الطالب اللي يفصل يعلق اسمه فعلا فصل، مش يحكوا لا والله، لأنه الحديث بين الطلاب جزء منه بالشائعة، جزء نعم. منه غير واقعي، غير صحيح. صحيح. ولذلك وهذا ما نحن شفناه إحنا وأثر بالطلاب بشكل كبير. أنا العقوبات التي تتخذ بحق الطلبة يتم إعلانها داخل الكلية وفي بعض الأحيان داخل الجامعة. نعم. حتى يشعر الطلاب أن هنالك عواقب للتصرفات التي تتم بذات الوقت، أن يتم التحاور مع الطلاب، أن يتم الحديث مع الطلاب، أن يتم عمل مبادرات، تشجيع المبادرات التي تصدر من الطلاب أنفسهم، مش بالضرورة إحنا نعمل لهم المبادرات نقول لهم تعالوا اشتغلوا فيها، تعالوا لازم هاي تعجبكم، لا، تشجيع المبادرات التي تصدر من الطلاب أنفسهم، تشجيعهم على القيام بها، دعمهم، التشاور معهم، الحديث معهم، النقاش معهم، هذا داخل الجامعة. لكن قبل ما نصل إلى الجامعة، اليوم الجامعات لا تسيطر على آلية قبولها للطلاب. نعم صحيح. ما في جامعة قد ما حكت، ما في جامعة بالأردن تسيطر على آلية قبولها للطلاب. بجوز تقدر تحكي عن احتياجاتها، ولكن لا تستطيع أن تسيطر عليهم. تستطيع السيطرة على الخروج من الجامعة، بس آلية الدخول على الجامعة ما في عليها سيطرة. نعم. كذلك قد يكون من المناسب أنه نفكر بأنه الطالب اللي بده يدخل على الجامعة قديه نسبة، أنا ما عندي اطلاع وأنا أعتقد ما في دراسات تورجي هذا الأمر، قديه نسبة من الطلاب اللي دخلوا الجامعة اليوم عندهم مشاكل بعنف قبل أن يلتحقوا بالجامعة. نعم. طيب الطالب اللي عنده مشاكل عنف قبل أن يلتحق بالجامعة، أنت بتدخله الجامعة من غير ما يكون في قيود، من غير ما يكون في رقابة. نعم. من غير ما يكون في ضوابط، لأنه هذا بخلطته بزميله قد يكون قدرته على التأثير على زميله أكثر. نعم. من الجامعة. يمشي عصابة ممكن. صح. يعني بنأخذ اتصال من أخونا راشد. يسعد مساك، تفضل. مساء الخير. حياك الله. يسعد مساك، تفضل. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشكور على البرنامج الرائع، صلاتنا برنامج وفاء الراس. أشكرك جدا. بحب أمشي على الدكاترة اللي عندك، دكتور اختي الخزاعي الطالب عنده بكلية الأمير الرحمة. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مداخلتك أخ راشد. بالنسبة لمشاكل الشباب، لأن الشباب يكون يحط إيديهم بجانب بعض ويرفعوا من بعض، مش إنهم منافسوا من بعض، لازم يكون الشباب من بيناتهم يحلوا مشاكلهم. ما يعني العميد والدكاتر والكادر الأكاديمي كلياتهم عندهم مشاكل، مشاغل أكثر من إنهم يسووا، مش فاضيين منازعات الطلاب. عرفت علي؟ لازم الشباب. نعم. يحطوا إيديهم بجانب بعض ويتكاتفوا ويبعدوا عن هالمشاكل ويحلوها كلياتهم، ما يكونش فيها داعي بالمرة، ما يتوجهوش للعنف. أنت طالب جامعة زلمة كبير فهمان، ليش تتوجه للعنف؟ صحيح بتحكي. صحيح. أشكرك على مداخلتك أخ راشد ويعطيك العافية. معنا محمد حياصات، نقول له مساء الخير. مساء النور، حياك الله. أشكرك على البرنامج يا أخوي. الله يقويك. هلا تفضل. والله أنا موظف كلية الأمير الرحمة. حياك الله. والله أنا موظفينك وطلابك الله يخليهم يا رب.
والله هذا الدكتور حسين راح، انا اقول لك رحمه ابوه من عند ابوه راح، بس انه هذا زي رحمه ابونا بيطلع عبد الله. الله يطول عمرك يا رب. مداخلتك بتحب تحكي عن عنف الجامعي؟ لا انا ما اخذ، بقول لك انه ميداني لا مشاكل، حتى اقول لك بالتخريج بقول الشباب هدوا واطلع، اذا في مشاكل بطلع بهديهم، والله ما زل انه سوف عيون. اشكرك اشكرك جدا على مداخلتك القيمه وشهادتك الرائعه بالدكتور حسين الغزاعي. دكتور حسين، العنف الجامعي تفاقم، هل تفاقم لان الجامعه فقدت دورها التوعوي ام ان المدرسه فقدت دورها التربوي؟ اسمح لي هنا بس انا قبل ما اجاوبك في بعض القضايا مهمه جدا لازم نوضحها ونوجهها للمجتمع. انا عندما تحدثت عن الجامعات الطرفيه تحدثت عن كل الجامعات اللي موجوده بالاردن، معظمها موجوده في المناطق. الشيء الخطير، وانا بده يسمعوني المجتمع، طلاب اثنين بتهاوشوا بالجامعة، ليش المجتمع من برا يجي على الجامعة؟ بيجينا مسلح بعصي بأسلحة بباصات بسيارات، انتوا فاضيين يا هالمجتمع بس لابنكو هذا اللي بالجامعة وجايين على باب الجامعة وتهاوشوا؟ اتركوا الجامعات تبلش بولادكو وتعلم ولادكو وتحل المشاكل. انا اللي بستغربه هنا هذا استاذ ابراهيم، هاي رسالة صاخنة للمجتمع. الطالب هذا ابن الجامعة، الآن هذا ابني، أنا لما بدي أحل مشكلته أنا بحلها، مش أنت جايني مجرد ما يتصل الولد بأبوه قل له خلي الجامعة تحل مشكلتك، أنت ابن الجامعة. نعم. هاي قضية. القضية الأخطر من هذا، الآن إحنا في عندنا أنظمة وتعليمات صارمة، في عندنا تعليمات منح درجة البكالوريوس، عندنا تعليمات التأديب. نعم. حتى الطالب والله يعاقب على أي سلوك له قد يسيء إلى الجامعة وهو خارج أسوار الجامعة. الآن القضية المهمة أن الطلاب ما بيعرفوا هاي الأنظمة ولا التعليمات ولا القوانين. صحيح. إحنا بدينا البداية الصحيحة كالتالي، وعندي مادة التربية الوطنية، وأنا بوجه كلامي الآن إلى كل مسؤول في الجامعة. نعم. مادة التربية الوطنية درس فيها بس قانونين، تعليمات اثنين للطلاب، بدال ما احنا قاعدين بندرسهم مادة تربية وطنية درسها بالابتدائي ودرسها. نعم. بالاساسي ودرسها بالثانوي وامتحن فيها في التوجيهي. صحيح. يا اخي اعطيني محاضرتين، وانا هذا الكلام طبقته عمليا، واخونا العزيز الدكتور عاطف العوامي يذكر هذا الكلام. دكتور حسين الغزاعي شرح الدكتور عاطف في حفل استقبال طلبه. اسمح لي اسمح لي راح ارجع لك توصل فكرتك. اسمح لي مرحب سعاده النائب نضال الحياري، يسعد مساء سعادتك. سعاده النائب نضال الحياري تفضل. الو تفضل تفضل سعادتك. هلا هلا، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك الله يعافيك. الله يحييك، الله يعطيك الف عافيه. سعاده النائب، ماذا تتكلم عن عنف الجامعي وانت من اعلام السلط الان؟ نعم. ماذا برايك الحل للعنف الجامعي، او ما هو بتصورك العنف الجامعي وماذا فاقم هذا العنف؟ يعني اول شيء بشكر المحطه وبشكر القائمين على هذه المحطه اللي فعلا تبث من خلال الشاشه الصغيره احداث وتطورات العنف الجامعي في جامعاتنا اللي بنعتز وبنفتخر وبنكبر بانه عندنا جامعات مثل هذه الجامعات، وعندنا احنا طبعا الدراسه او الدراسه السياحيه من ابناء الدول المجاوره اللي بيبعثوا ابنائهم للطمانينه والامان. فهذه الظاهره فعلا يعني ظاهره جديده على الوطن وعلى ابناء هذه الوطن، هي دخيله على مجتمعنا. نعم صحيح سعادة. كنا نسمع يعني انه صار في يعني اثنين من الطلاب تشاجروا في حرم الجامعه، فكنا احنا ندينهم كاهل وكنا نضغط عليهم بانه انتم رايحين للعلم وليس للمصارعه. نعم. فالثقافه للاسف الشديد بهذا العصر التكنولوجيا المتطور انها كل هالموازين يعني انقلبت، بدل ما نتطور صرنا نرجع الى الخلف. فقدنا احنا الكثير من ابنائنا ومن شبابنا مقابل مشاجره لا قيمه لها. يعني فعلا يعني بتاثر الطالب ربما في المنزل من والده لعدم قدرته على دفع الرسوم، او من صديق له، او يعني بتعرف بخلاش انه صحيح. يكون عند الشخص او عند الطالب مشاكل ظروف. نعم يتغطى. نعم. لا لا لا, لا ما نحولها الى عنف في الجامعه. نعم. احنا بنحترم جامعاتنا وبنحترم مؤسساتنا، وانا كنت دائما ضد هذا العنف في الجامعه، حتى يعني جلسنا جلسه في مجلس النواب وتحدثنا عن العنف الجامعي وعن ما يحصل في ساحات الجامعات. نعم. فيعني كنت دائما انا اناشد اولياء الامور
متابعة أبنائهم، أبنائهم أين يذهبوا، أين يسهروا، من هم رفاقهم. نعم صحيح. والله أنا ابني عندما يتخرج يجي يحكي لي والله تخرجت، لا، في تقصير من أولياء الأمور. لو الأولياء الأمور قريبين جدا من أبنائهم في هاي الفترة ما بيحصل عنه عنف جامعي، لأنه في شراكة دائما ما بين الأب والابن، يشاركوا همومه، ينفس عنه. الولد مضغوط، الطالب مضغوط، بروح على الجامعة مكتئب، بروح مكتئب، غير الأمور اللي بتعرض فيها في حالات نفسية، فهي كلها بتولد عنف جامعي. فبتمنى أنا يعني وبناشد الأباء من هذه المنبر نور مينا، أنه فعلا الأباء أنهم يشددوا على أبنائهم ويراقبوهم رقابة حثيثة، بحيث أنه يكون عنده الولد الطالب عفوا استقلالية بالأسرة، يكون مطمئن في بيته، مطمئن في الشارع، مطمئن مع زملاء. فالعنف الجامعي أنا يعني أرفض أي شخص يعني من المسؤولين إن كانوا نوابا أو وزراء أن يتدخلوا في الجامعات لهذا الأمر. إحنا مستعدين نوقع وثيقة شرف بأنه أي طالب يعمل عنف جامعي في حرم الجامعة أنه إحنا نكون ضده وليس معه، لأنه هاي صرح علمي وليس صرح للمصارعة. نعم هي ليست حربة. أشكرك أشكرك جدا سعادة النائب لهذا الاهتمام، وأنت رائد في خدمة الشباب وتطوير القيادات الشبابية في الأردن، وأنت تطبق لخطاب جلالة الملك من المسؤولين الوحيدين، لأننا نشاهده دائما بجوار الشباب وبجوار الشارع. نكمل فكرتك دكتور حسين. أبدأ أشكر سعادة النائب، وهو فعلا هو نائب وطن سعادة أبو صهيب، وإحنا بنشكر مجلس النواب أيضا اللي فعلا خصص جلسة خاصة لمناقشة موضوع العنف الجامعي. القضية المهمة الآن بهمنا الطالب لما يدخل الجامعة يعرف شو إله شو عليه، ما هي الحقوق وما هي الواجبات. الآن الأساتذة من المفروض أن يساهموا في عملية إيضاح هذا الموضوع. أنا هذا القرص اللي بيعطوه هذا السي دي للطلاب، هذا في عليه الأنظمة والتعليمات، ما حدا بيقرأ، صدقني يا أخ صحيح. إبراهيم بتركوه على 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 المقاعد. نعم بتركوه. القضية المهمة الثانية أيضا كمان الطالب بده يسمعك، بده حدا يسمع له صحيح. يعني مطلوب من العمداء أن يكونوا ميدانيين. ما يظلوا قاعدين بمكاتبهم. يتحركوا يسمعوا للطلاب، يحاوروا الطلاب، يسمعوا كل ملاحظاتهم باهتمام، ما يهملوا ولا أي ملاحظة. القضية المهمة الأخرى أعضاء الهيئة التدريسية، الزملاء الأعزاء الأفاضل في كل الجامعات الأردنية، أنا بحكي لهم دائما يتذكروا هؤلاء الأساتذة بأنهم قدوة وهم نموذج، وأن يكونوا دائما متمكنين من المادة، ما يضيعوا محاضرات، ما يغيبوا عن المحاضرات، ما يستخدموا أساليب قديمة في التعليم وفي التربية وفي الامتحانات. أيضا كمان مهم قضية مهمة وأنا بقولها لزملائنا الأساتذة، الطالب بده منك ثلاث شغلات، إذا ما توفرت وما أعطيته إياها راح يعمل عنف. القضية الأولى كرامة الطالب داخل المحاضرة. الطالب له كرامة من المفروض أن لا نعتدي عليها. هذا الطالب زي ابنك، هذا الطالب زي أخوه، من المفروض أن توفر له جو هادئ وأن تحترم أي رأي أو إبداء أي ملاحظة ممكن أن يكون. صحيح. الثاني بده عدالة، الطالب بده عدالة في العلامة، وهي قضية مهمة، يعني عدم التحيز. نعم. القضية الثالثة والمهمة جدا، الطالب بده علم، إذا ما لقى علم عند الأستاذ، ما لقى تجديد، ما لقى ابتعد الأستاذ عن التقليد، أنا التلقين القمعي. أنا بستغرب يعني الأستاذ لما بفوت على المحاضرة وحامل لي دوسية وقاعد بنقل الطلاب أو كتاب بخلي طالب يقرأ المحاضرة وهو قاعد ما بيشرح. وهذا الحكي أنا أتحدث، وكأنك تقول أنه يجب على وزارة التعليم العالي أن تضع أسس لكيفية تعيين المدرسين. نعم، وحتى لا أفهم خطأ أخي إبراهيم، أنا أقول إن بعض أعضاء الهيئة التدريسية، البعض من الزملاء يمارسون هذه القضية. دكتور حسين اسمح لي أن أخذ آخر اتصالين.